ميكسات راديو. في موضوع آخر، العودة إلى تداعيات فيروس كورونا، ففي محاولة لإنقاذ السياحة الصيفية كتساعد المفوضية الأوروبية لتقديم مشروع إصدار جواز سفر رقمي خاص لمتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، وعربت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استعدادها للتعرف على هذه الوثيقة وكذا تنفيذ شروط مخففة للمسافرين المحصنين. وهذا الجواز هذا الخاص بسفر للمسافرين اللي تم تطعيمهم هم ضد كوفيد كيسمح بالتنقل في جميع أنحاء الدول الأوروبية والقدوم إلى أوروبا من الخارج دون الحاجة إلى إجراء الفحوصات الإضافية الخاصة بفيروس كورونا أو الالتزام بالحجر الصحي الإجباري. ومن جهة أخرى كتعمل منظمة الصحة العالمية على إصدار شهادة دولية في هذا الباب. في هذا الاتجاه كي تبادر إلى الذهن سؤال مهم جدا، هو واش لم يحن الوقت الآن باش المغرب يفرض على الوافدين إليه يعني شهادة التلقيح اللي كتبت على أن هذا الوافد سواء كان دخول المغرب بغرض السياحة أو بغرض العمل أو بأي غرض آخر قد تلقى التلقيح بجرعتيه. سؤال غادي جاوبنا عليه الأستاذ علي لطفي اللي هو رئيس الشبكة المغربية للحق في الحياة الحق في الصحة. وبالفعل السؤال ديالكم وجيه، واعتقد عنده رهينيته مقارنة او في اطار المجهودات الجبارة والناجحة اللي قايم بها المغرب اليوم في اطار استراتيجية الوطنية للتمنيع، وهو يخطو خطوات ايجابية جدا، خاصة ان العملية مستمرة وكتمس الفئات اللي هي ذات اهمية بالنسبة للاولوية، وناجحة المغرب في هذه الخطى الثابتة دياله، وبالطبع بدون أن تشكل العملية لحد الآن أي أعراض جانبية بالنسبة للقاحات المستعملة، وخاصة ونحن نحيي هذه المبادرة لأن المغرب ما توقفش فقط على لقاح واحد، بل عنده مصادر متعددة لاستيراد اللقاحات اللي المنظمة العالمية للصحة موقع عليها. الآن ظاهر أنه الحماية ديال المغرب من دخول بالطبع نوع المتجدد ديال هذا الفيروس كورونا اللي ظهر في بريطانيا وفي جنوب إفريقيا وانتشر في أوروبا، كيف المغرب أنه يحمي؟ واش فقط الإلغاء الرحلات الجوية بمعنى المنع ديال الطيران ما بين العديد من الدول، وراه الموقف خدا المغرب مع عدة دول اليوم، وراه ضاف أعتقد البارح ثلاثة ديال دول أخرى جديدة أنه السفر إليها، ومنها المغرب وضع حد ليه في انتظار أنه يأخذ قرارات أخرى، لأنه من أجل حماية المغرب من دخول هذا الفيروس اللي هو بالطبع ظهر في بريطانيا وانتشر في عدة دول. لكن السؤال بالموازاة مع هذا الإجراءات المواكبة، نعتقد أنه الآن أصبح من الضرورة بمكان أي مواطن يكون مغربي من المغاربة العالم أو أجنبي غيدخل المغرب خصو يكون تيتوفر على ما يسمى بطاقة اللقاح لكارت دو فاكسيناسيون. هذه الآن بدأ العمل بها في أوروبا، نعتقد أن المغرب من كذلك خصو ضروري يدخل هذه العملية لحيث تطبيق أي مواطن بغي يدخل المغرب يكون أجنبي أو يكون مواطن مغربي من مغاربة العالم يكون تيتوفر على هذه البطاقة ديال اللقاح، بأن وغتكون نوع من كذلك من الوقاية ومن الحماية ضد انتشار هذا الفيروس أو الأنواع ديال الفيروسات اللي بدأت كتظهر من هذا التسلسل ديال كوفيد 19. نعتقد أنه هذو إجراءات ضرورية اليوم من إجراءات المواكبة للحماية وكذلك لتعزيز المواقف ديال المغرب الناجحة بخصوص المزور بارير أو الإجراءات الوقائية اللي واخدها اليوم وكتعطي الأكل ديالها والنتائج ديالها لتفادي انتشار هذه الجائحة بشكل كبير صفوف المواطنين واللي مع الأسف كتؤدي للوفيات. نعتقد هذا العملية خطف العمليات اللي كيقوم بها المغرب هي ضرورة توفر على بطاقة اللقاح، بأن المواطن اللي غيدخل المغرب خص يكون عنده هذه البطاقة كيتوفر عليها، كتدخل من الشروط ديال الفيزا باش يمكن ليه يدخل المغرب خصو يتوفر على هذه البطاقة.